كما تعلمون فإن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لا سيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أوت الماضي بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة، والذي أراد من خلاله قائد البلدين وضع العلاقة الثنائية في آفاق واعدة يتعين علينا كحكومتي البلدين تنفيذها وتجسيدها في إطار آليات التعاون الثنائي، والتي من بينها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى. وقد سمحت دورتنا للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالتوقيع على 11 نصاً اتفاقياً، لا سيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والمؤسسات الناشئة والابتكار والفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والسياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى البيان الختامي المشترك. Cette atmosphère de confiance et de fraternité est à l'image de notre engagement dans la mise en œuvre d'une relation renouvelée entre nos deux pays, dans le sillage de la rencontre historique entre le président Macron et son homologue le président Tebboune en août dernier. Ce cinquième CIHN est une opportunité inédite pour commencer à traduire en acte la vision de nos chefs d'État. Il illustre par sa composition et la diversité des sujets traités la richesse et la densité de notre coopération, à l'image de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé signé le 27 août.